المؤهلة إلى كأس العالم 2018، حيث يخوض المنتخب الإماراتي للمرة الأولى في تاريخه لقاء رسميا له في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وذلك عندما يستضيف نظيره الياباني. الأبيض الإماراتي يطمح إلى تحقيق فوز للدخول بقوة في سباق التأهل إلى مونديال روسيا. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا وفاء سقار. لا يمكننا القول بأن المهمة القادمة بالنسبة للمنتخب الإماراتي أمام نظيره الياباني مستحيلة، لكنها مع ذلك تبقى صعبة، خاصة إذا ما نظرنا إلى حجم الغيابات في صفوف الأبيض الإماراتي، على الرغم من أن المنتخب الياباني لم يعد ذلك المنتخب المخيف. محضرين الفريق بشكل جيد برغم الصعوبات اللي تواجهنا حاليا في غياب عدد كبير من اللعيبة، ولكن ما في حد يضمن نتيجة مباراة. المباراة تكسب في الملعب بمقدار التركيز اللي عندك والهدوء ومقدار الجهد اللي تبذله في الملعب، وأيضا مدى استعدادك للمباراة هذه، وأيضا تحتاج إلى نوع من التوفيق أيضا في تسجيل الأهداف. المنتخب الياباني تعرض لعديد الانتقادات في الآونة الأخيرة، خاصة في التصفيات الحالية، واعتبر البعض أن نتائجه ليست إيجابية ووصف أداءه بغير المقنع، وهي صورة يطمح منتخب الساموراي إلى تغييرها في اللقاء القادم. نعلم تماما أهمية هذا اللقاء. شخصيا أعتبره مفترق طرق لمنتخبنا إذا ما أردنا أن نقترب أكثر من مونديال روسيا. المنتخب الإماراتي يملك عناصر مميزة، وعلينا الحذر من اللعب على أرضهم وبين جماهيرهم. المنتخب الإماراتي إذا ما أراد الاقتراب أكثر من فرق صدارة المجموعة الثانية، عليه أولاً أن يخرج بنتيجة إيجابية أمام اليابان، ومن ثم التفكير في اللقاء القادم أمام أستراليا. مهدي علي أعد العدة جيداً لهذه الموقعة في انتظار ما سيقدمه اللاعبون على أرضية الميدان. التقارب النقطي لمنتخبات المجموعة الثانية المؤهلة إلى نهائية كأس العالم تجعل من التكهن بهوية المتأهلين إلى النهائيات صعبة، وبالتالي الصراع ما زال مفتوحا من أجل خطف واحدة من بطاقتي التأهل. وفاء سقار، بين سبورتس، العين.